مساء الخير. بمدرسة الماكسيموم مثالية وببيت أشبه بسكنة عسكرية ربيت، كان النظام الصارم والقوانين هن الشيء المشترك بين البيت والمدرسة. كمان هالنظام كان ساري على 6 أولاد، كنت أنا البكر بيناتهم. ومن ضمن هالقوانين قانون التياب، لازم كل شيء يكون واسع والفستان لتحت الركبة. ولما صار عمري 16 سنة صار كل همي إني أتخطى هالقوانين، وبأول فرصة صحت لي وكانوا الأهل مسافرين جمعت تيابي وأخذتهم عند جارتنا الخياطة، ضيقتهم وقصرتهم، ومن بيناتهم كان كوسيوم المدرسة. كل ما تضيقوا إلا ضيقي بعد في قماش لحد ما بطلت أقدر أمشي فيه. وتاني يوم على الأنتري شافتني سور أجوني وبوقتها جبرتني اشتري كوستيم جديد. تخرجت من المدرسة ومن الجامعة، ومن بعد عملت عيلة وبلش عصر الحريم، وبعدها هيدي البنت المشاغبة موجودة جواتي، بتحب تتخطى القوانين أكيد، وكيف إذا هالقوانين عمرها سنين وسنين. البرامج الاجتماعية وخاصة العائلية بتهمني، من أكبر عائلة بصيدا لأصغر اسم باللغة العربية مي البابا. أسعدتم أوقاتا. لم تعد خطابات النواب تعني اللبنانيين، لم تعد هواجس ممثلي الشعب التي يعبرون عنها أثناء كلمتهم في الجلسات العامة لمجلس النواب تلامس الجمهور. هذه المرة تحديدا وأثناء مناقشة البيان الوزاري أمس، أصبح هامش الخبر هو الخبر. انفضت وسائل التواصل الاجتماعي ومعها وسائل الإعلام إلى تغطية ما لا يغطى في سبيل إبعاد الرتابة عن مضمون الجلسات المتكرر وغير الموثوق. بينما انشغل النواب في الغناء السياسي كل على ليلاه أمس، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بتغطية هامش الخبر. غابت كلمات النواب بأغلبها عن الواجهة، بينما احتلت أخبار رديفة الواجهة.